بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعد للمسلمين نصرهم وعزهم، وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد المسلمين والناس إلى الحق والعدل، واحفظهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الرياضة، تلك الحلقة المتباينة والمتناقضة في المشاعر، حيث الفرح وما حققته الكرة المصرية والرياضة المصرية، وحيث الحزن ما وصلت إليه الحالة بين الجماهير. بداية أرحب بالزميلة الأستاذة آية الروبي. أستاذة آية، أهلا وسهلا بك. أستاذة آية، في عندك مقدمة تقوليها أو إطلالة تقوليها للسادة المشاهدين، ولا نخش في الأخبار على طول؟ نخش في الأخبار على طول. اتفضلي. أول خبر معنا بيقول الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي في دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام ولادية الجزائر. في مجموعة الزمالك، الترجي التونسي فاز على الفريق السنغالي بنتيجة 2-1 وتصدر للمجموعة. الخبر الثاني بيقول الأهلي يخوض أولى مبارياته أمام المريخ السوداني غدا بمشيئة الله على ملعب الإعداد، كانت ملعب السلام، ولكن هو انتقل إلى استاد القاهرة. أما في مجموعة الأهلي، ففريق سيمبا التنزاني يفوز على فريق في تكلوب الكونغولي. سدايا، بيراميدز في الكونفدرالية يفتتح مشواره بالفوز على فريق راسنج الإيفواري بنتيجة 2-0، الثنائية سجلها اللاعب إسلام عيسى. وعن استمرار مفاجآت كأس مصر، أو عن مفاجآت كأس مصر، البطولة ما بتخلاش طبعا من المفاجآت، فريق كوكا كولا يهزم الإنتاج الحربي بهدف للا شيء، والإسماعيلي يهزم فريق لافينا بهدفين مقابل هدف بصعوبة بالغة. فريق فينا ده بيلعب في الدرجة الرابعة، يرأسه الأستاذ محمود الأسيوطي الذي كان يرأس من قبل فريق الأسيوطي اللي فيما بعد تحول اسمه لنادي بيراميدز. نادي الاتحاد السكندري يفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف. أما عن دور ال 16 في كاس مصر والمباريات كده، كوكاكولا هيلعب بتروجيتي في دور ال 16، والإسماعيلي والاتحاد هينتظروا في المباريات المؤجلة اللي هي المصري هيقابل المنصورة، سموحة هيقابل ديكيرنس، بيراميدز هيقابل العبور، والأهلي هيقابل النصر، الزمالك وفريق حرس الحدود، سيراميكا هيقابل غزل المحلة، والمقصة هيقابل أشمون، وأخيرا أبناء العم أسوان وسوهاج. نروح لفاصل، نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، ومعانا مداخلة من الكابتن ماهر همام اللاعب السابق في النادي الأهلي ومنتخب مصر وأحد جيل العظماء. كابتن ماهر يرأس الآن رئيس قطاع الناشئين بالإنتاج الحربي. كابتن ماهر، أهلا وسهلا بك في برنامج عالم الرياضة. أهلا وسهلا كابتن مجدي، أهلا بك أستاذ. شرفتني في برنامج عالم الرياضة كابتن ماهر. أهلا وسهلا. مليون مبروك بصفتك أحد لاعبي النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية. الله يبارك فيك يا مجدي، إنجاز بيحسب للنادي الأهلي للمرة الثانية في 6 لقاءات، بيوصل للمركز الثالث في البطولة بالميدالية البرونزية. طبعا بنبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب، بنبارك للجهاز الفني بقيادة مستر موسيماني، اللاعبين المحترمين اللي هم عملوا انجاز يحسب في تاريخهم. جمهور النادي الاهلي بقى صاحب يعني ربنا سبحانه وتعالى، ثم جمهور النادي الاهلي في المسانده الكبيره اللي بيسندها لهؤلاء اللاعبين والمنظومه ككل. يعني حاله جميله ما بين لاعيبه واداره الاهلي وثقتهم وحبهم لجماهيرهم، وما بين الجماهير وثقتهم في اللعيبه وفي الاداره وفيما يختارونه للصالح للنادي الاهلي. بالظبط، وانا عايز اقول لك حاجه مجدي كمان، بينه وبينك جمهور النادي الاهلي او جمهور مصر اللي موجود في قطر النهارده بيعيش حاله من السعاده بفرقته بشكل كبير، ودي خد بالك بتفرق معانا. يعني انت ازاي تسعد المصريين اللي هم موجودين خارج القطر المصري. فالنادي الاهلي بقى صاحب، يعني بيصدر السعاده
بشكل كبير جدا اذا كان لجمهور النادي الاهلي او لجمهور مصر عامه. يعني كابتن ماهر محتاج اعرف ايه الخطوط المتاحه او الخطوط في النادي الاهلي اللي محتاجه دعم، اللي فريق النادي الاهلي محتاجها دلوقتي للدعم تدعيم. هو عامه النادي البطل صاحب البطولات بيبقى محتاج تدعيم بشكل مستمر، ان هو بيلعب في 5 بطولات. ف يعني لجنه التخطيط في النادي الاهلي شغاله بصفه اساسيه ومستمره في حته احتياجات او الثغرات اللي ممكن تحصل في 3 خطوط او ال4 خطوط اللي موجوده عليها تركيبه وتكوين فريق النادي الاهلي. فالنهارده النادي الاهلي عنده 25 لعيب من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم العربي والعالم الافريقي. فالنهارده تقدري تقولي ان خطوط النادي الاهلي من حراسه المرمى لحد راس الحربه مكتمله بصفه اساسيه. لكن هو يمكن الجزء اللي محير او يمكن عامل صداع في دماغ مستر موسيماني هو مكان راس الحربه. يعني هو راس الحربه المكان اللي بينهي فيه الهجمات واللي بينتهي فيه شغل التيم ورك للفريق. فوجود راس حربه ايجابي بصفه اساسيه في المكان ده اكيد بيساعد الجهاز الفني على انه يتم اعداد استراتيجيه للمباراه يقدر من خلالها ان هو يفوز بالاهداف اللي هو بيسعى ليها. فانا شايف مكان راس الحربه زي ما كان عندنا مكان قلب الدفاع كان بيسبب صداع بصفه اساسيه نتيجه الاصابات اللي ضربت بعض النجوم، لكن طبعا بوجود بدر بانون سد بشكل كبير جدا المشكله في الحته دي. واحنا شايفين بدر بانون من اللعيبه اللي افادت النادي الاهلي بشكل كبير واختيار جيد للجنه تخطيط النادي الاهلي. فراس الحربه جويله محتاج وقت تجانس بينه وبين اللاعبين، لكن هو من الخامات القويه بيجيد العاب الهواء، محطه من ضمن المحطات، عنده سرعات تصويباته مؤثره. فهو بس الوقت والتجانس اللي بينه وبين اللاعبين اللي حواليه هيقدروا يوصلوه للمرمى ويرجع تاني للتهديف مره اخرى. لكن في المستقبل لو العام الماضي ان شاء الله من بدايته النادي الاهلي بيبحث بشكل كبير جدا، محتاجين فعلا راس حربه سوبر للنادي الاهلي يكون هداف في العام في العام القادم. في العام القادم حضرتك تقصد يا كابتن ماهر؟ بالظبط العام القادم. تاكيدا لكلام حضرتك، بما ان النادي الاهلي هي دي ضريبه الانديه الجماهيريه والانديه اللي بتبحث عن بطولات، طبعا كلمه بطوله لازم يكون الفريق مر بمراحل فوز اكتر من عدد مباريات. عشان كده مركز راس الحربه من المراكز المهمه جدا. وبما اننا ذكرنا مركز راس الحربه حضرتك والحاله اللي وصل ليها كابتن مروان محسن بما انه راس الحربه الاهلي للاهلي دلوقتي، حضرتك توجه له نصيحه وتقول له ايه؟ هو مروان محسن من الهدافين اللي موجودين، يعني من اللعيبه اولا شخصيتها شخصيه قويه. مروان محسن لعيب دولي. مروان محسن مع كل الضغوطات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت ديت لكن متماسك وعنده ثبات انفعالي بشكل كبير. أنا بقول له مروان ساعات بيبقى في توفيق وعدم توفيق للاعبين بشكل كبير جدا في بعض المباريات، لكن أنت عندك إصرار وعزيمة بشكل كبير جدا، ما تسمعش بقى للميديا، ما تسمعش للكلام اللي بره حتة إنك أنت مقصر أو إنك أنت بعدت عن مستواك. فبقول له خلي عندك ثقة في الله وثقة في نفسك وثقة في ناديك وثقة في فرقتك. كل اللعيبة اللي حواليك بتحبك، كل اللعيبة اللي حواليك هتساعدك بشكل كبير جدا انك انت تعود مرة ثانية للمنافسة. وعايز اقول لك حاجة مجدي، هو المكان ده كده، المكان ده ما يتحملش يعني مش واحد، انت محتاج واحد واثنين وثلاثة انك انت بتلعب في 5 بطولات. فالنهارده مستر موسيماني هو صاحب القرار الأول والأخير ان هو يدور اللعيبة اللي موجودة في هذا المكان بشكل احتياجات الفرقة لهؤلاء اللعيبة. فانا بقول لمروان الفرصه ما زالت موجوده، وانت راجل ما شاء الله يعني مجتهد وملتزم بشكل كبير، ودي فترات بتمر على اللعيب في حته التوفيق وعدم التوفيق، لكن تاكد طول ما انت بتتعب طول ما انت بتشتغل طول ما انت قريب من ربنا سبحانه وتعالى
ان شاء الله بترجع للمكانه الطبيعيه اللي انت كنت عليها في حته التهديف في المباراه القادمه ان شاء الله. وخصوصا ان هو بيلاقي دعم دلوقتي من فئات كتيره من الجماهير، وطبعا بنشوف على السوشيال ميديا والهاشتاج ادعم مروان محسن بعد الموقف اللي كان زمايله جاريين يحتفلوا بالبرونزيه، وهو عشان حاسس بتقصير او حاسس ان في عدم توفيق فنزل على الارض وكان بيبكي، فالناس كلها حست ان اللاعب بيمر بحاله سيئه، حاله نفسيه سيئه، فبناء عليه الشيء الجميل في الجماهير المصريه بما فيهم الزملكاويه والله على صفحتي وشفت ناس زملكاويه عاملين هاشتاج ادعم مروان محسن، ده تاكيدا لكلام حضرتك يا كابتن ماهر. طيب اتفضل يا فندم. يعني انا عايز اقول ان يعني طبعا جماهير النادي الاهلي وجماهير المصريه بقى عندها وعي بشكل كبير جدا، وجماهير الزمالك بقى عندها وعي بشكل كبير، مساندتهم للاعيبتهم خد بالك بيدي دوافع للعيبه. انت النهارده لما تقدر تساند، وده دورنا كجهاز فني ان احنا نساند اللعيبه، اللعيب يخطا والمدرب يصلح. نفس الكلام بالنسبه للجمهور، الجمهور ده عنده وعي بشكل كبير جدا ان هو بيساند فرقته بيساند لعيبته، لان هو بيحب اللعيبه دي. اللعيبه دي ياما متعته وياما جابت له بطولات. فهو النهارده لما لعيب بقاش موفق، الجمهور بقى عنده ثقافه كرويه مادي وبقى عنده فهم، فبيساند لعيبته بشكل كبير، ما بيضرش او ما بيقلبش على اللعيبه الا اذا كان اللعيب خرج عن التنظيم سلوكيا بس. بالظبط. لكن فنيا بيسانده، سلوكيا بيرفض الجمهور لما بتخرج عن النطاق السلوكي وتبدا يعني تطلع منك حاجات بتضايق الجمهور وبتضايق المسؤولين وبتضايق السوشيال ميديا، فاكيد اكيد الجمهور بيبدا لا يعني يقف موقف مش كويس ضد اللعيب. لكن جماهير الاهلي والزمالك عندها وعي بشكل كبير جدا بفرقها، وانا شايف ان الفرقتين الاهلي والزمالك بيضموا نخبه من اللعيبه اللي ما اتكررتش مثلا من 10 سنين. يعني اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي ونادي الزمالك بيمثلوا حاجه جميله جدا من ناحيه المهاره، من ناحيه التكتيك، من ناحيه البطولات، من ناحيه الاهداف. بالفعل يا فندم، الكرة المصرية وصلت لمرحلة جميلة جدا، مرحلة متقدمة جدا، مرحلة الوعي اللي بدأت من الجماهير، عرفوا يعني ايه كرة قدم، يعني ايه امور نفسية، يعني ايه بدنية، يعني ايه فنية، يعني ايه التزام، وده اللي خلى انعكس فعلا على اللعيبة وانعكس على المنتخب وكل الأندية المشاركة. حضرتك وجهت كلمة لمروان، وجهت كلمة غير مباشرة لجماهير النادي الأهلي، كلمة توجهها لإدارة النادي الأهلي بخصوص مروان محسن، حضرتك شايف انهم يصبروا عليه وان شاء الله اللي جاي ممكن يبقى له حظ، ولا ممكن يبعتوه اعاره لنادي او حاجه لحد ما يستعيد عافيته؟ لا، احنا ميزه اداره النادي الاهلي بالذات كابتن محمود الخطيب واخد بالك عندها وعي كبير جدا. يعني الراجل كان كابتن مصر وكابتن افريقيا واحسن لعيب في القاره، وبعدين بيلعب في المكان ده، فهو حاسس بمروان احساس كبير. لجنه التخطيط نفس الكلام، زي كابتن محسن او زكريا، ناس لعبت واحتكت بشكل كبير، فعندهم الصبر، من الصبر على اللاعبين، ومش مروان محسن بس، يمكن وبعض اللاعبين برضك يمكن اللي ما لهمش حظ ان هم يشاركوا بشكل كبير. وبعدين عايز اقول لك يا مجدي، انت بتلعب في 5 بطولات، فانت محتاج في المكان ده اكثر من راس حربة. بالظبط، لان اكثر الضغوطات بتحصل في المكان ده على الفريق ومكان قلب الدفاع، وخصوصا ان في جماهير بتطالب مش بالفوز بس، يعني في جماهير بتطالب بالفوز وبعدد وافر من الاهداف كمان. والاداء كمان، يعني عدد من الاهداف والاداء الجيد. بالزبط. بالنسبه ما ينفعش النادي الاهلي بقيمته ولاعيبته دول اللي موجودين، ونادي الزمالك نفس الكلام. أيوة. واخد بالك، وما يحصلش نتائج ايجابيه وما يحصلش اداء مميز لهؤلاء اللاعبين. ودي ضريبه يعني الانديه، يعني ودي ضريبه الانديه الجماهيريه، لازم يكونوا قد المسؤوليه. استاذه ايه، معاكي سؤال. استاذ ماهر، توقعات حضرتك يا كابتن لمباراه الاهلي والمريخ السوداني غدا ان شاء الله؟ هو طبعا يعني احنا الاخوه السودانيه الاشقاء موجودين في القاهره بقالهم 3 4 ايام، والمريخ السوداني ده من الانديه، هو والهلال اللي بيمثلوا القوه الضاربه في جمهوريه السودان الشقيقه، بيمثلوا زي مصر هنا الاهلي والزمالك. يعني هم عندهم شعبيه كبيره جدا، عندهم جماهيريه
كبيره جدا، عندهم اكثر من 25 بطوله في الدوري العام و22 بطوله في كاس مصر، يعني برضك نادي عنده بطولات وعنده تصنيف بشكل كبير على القاره. هم مدعمين بعض اللعيبه من افريقيا، اذا كان من الكاميرون او من الكونغو او من اوغندا. طبعا هم بيقابلوا نادي القرن، شرف بالنسبه لهم انه هيقابلوا النادي الاهلي بطل افريقيا، وحصل على المركز الثالث في ابطال كاس العالم للانديه. فاكيد طبعا هيبقى البدايه قويه، نتمنى ان احنا نتفرج على مباراه بين اشقين عرب واخوه، نتمنى نشوف الروح الرياضيه العاليه في هذه المباراه، ونستمتع بلقاء الفريقين. اللي بيكسب هنقول له مبروك، واللي يخسر هنقول له هارد لك. وبعدين دي بدايه المجموعات، يعني لسه في تعويض، يعني لسه في مباريات اخرى، في فيتا كلاب وفي سيمبا التنزاني، هم تعدوا قبل لقاء الاهلي والمريخ، اتعدوا الفرقتين مع بعض. فنتمنى ان احنا نتفرج على مباراه كبيره للفرقتين ان شاء الله. وده طبعا عهدنا بالفرق السودانيه، السودان الاشقاء طبعا، يكفي ان احنا نقول ان احنا ولاد نيل واحد ولاد لسان عربي واحد. كابتن ماهر همام اللاعب الكبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر ورئيس قطاع الناشئين بنادي الانتاج الحربي، كنت معنا عبر الهاتف لبرنامج اعلم الرياضه، بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. ومعانا الكابتن سامح يوسف لاعب نادي، لسه ما جهزش معانا الكابتن سامح. طيب نشوف الصحف بتقول ايه عن فوز النادي الاهلي ببرونزيه كاس العالم للانديه. الصحف الاوروبيه بتشيد جدا بالنادي الاهلي. صحيفه اوليه الارجنتينيه قالت عن مباراه الاهلي وبالميراس، قالت ان الاداء كان ضعيف جدا من بالميراس. قالت ان بالميراس هو بطل امريكا الجنوبيه، طبعا اخرج ليفربيلت من البطوله. وقالت كمان ان بالميراس هو من اخرج ليفربيلت الارجنتيني من نصف نهائي بطوله كوبا، وتاهل من خلالها للمونديال. نتكلم عن صحيفه سكاي نيوز. صحيفه سكاي نيوز قالت ان الاهلي المصري يطيح ببالميراس ويحصد برونزيه المونديال. قالت سكاي نيوز ان الاهلي قرر الاهلي المصري بطل افريقيا، قرر الانجاز ده كان عام 2006. وتحت عنوان الاهلي يهزم بالميراس لينتزع المركز الثالث في كاس العالم للانديه، قال موقع هيئه الاذاعه البريطانيه البي بي سي ان الاهلي قرر افضل نهايه له في كاس العالم للانديه بفوزه على بطل امريكا الجنوبيه. ومعانا موقع فرنسا 24 الفرنسي، اكد في عنوانه ان الاهلي فاجأ بالميراس وحصل على المركز الثالث في كاس العالم للانديه، وقال انه بعد نهايه الدقيقه 90 انهى المباراه في الدقيقه 90 بالتعادل 0-0، صدم الاهلي بطل أفريقيا العملاق البرازيلي بالميراس وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بركلات الجزاء الترجيحية. ومعانا الكابتن سامح يوسف لاعب نادي الزمالك ونادي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي في قطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب. كابتن سامح أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بك أستاذ مجدي، شرفتني في برنامج عالم الرياضة. طيب. كابتن سامح وحضرتك طيب وبخير. كابتن سامح نتكلم عن نادي الزمالك ونقول البداية الغير موفقة والغير متوقعة في حلم البطولة السادسة وتعادله في المباراة بأول أمس. أيوة سمعني معاك كابتن سامح، حضرتك سامعني؟ معي. معلش الصوت قطع بس شويه. بقول لحضرتك هنتكلم عن تعادل الزمالك والبدايه الغير متوقعه والغير موفقه، وكنا متوقعين ان الزمالك يفوز في البدايه. حضرتك كلمنا عن التعادل ده واسبابه. ماتش المنديه؟ ايوه. والله هو الزمالك يعني صفوا سوء توفيق كبير في الماتش دوت، اتت فرص كبيره ضايعه من المهاجمين، والفرص دي ما تبقاش الماتش بس، كل ماتش بيضيع فرص كبيره من الزمالك. يعني مش قلقانين طالما ان الفرقه بتوصل وبتضيع، فدي حاجه كويسه. لكن اللي الفرقه لو ما بتوصلش او بتضيع عشان ما بتخلقش فرص، لكن طالما ان الفرقه بتوصل وتضيع فدي حاجه كويسه. التوفيق باذن الله مش معاك النهارده، ممكن بعد في الماتشات الجايه ممكن تلاقي نفسك وحش في ماتشات وتكسبها، كويس في ماتشات وما بتكسبهاش.
الكرة فيها كل حاجة وورد فيها كل حاجة اسمها دي، لكن نادي الزمالك عمل مباراة كويسة، ضيع وقت جدا، وكلنا شفنا كان حاطط فريق المدير في يعني 18 في نص ملعبه. حضرتك شايف ايه الاسباب، اسباب الفرص الضايعه ديت؟ ان الفرقه كانت مستعجله الفوز وحزينه على ضياع اللقب الافريقي في النهائي، وده كان سبب من اسباب ضياع الفرص الكتيره دي؟ ده مش سبب، مش سبب كله يعني، سبب او جزء من جزء يعني، لكن في ضياع فرص برضو بتبقى فيها استعجال، فيها عدم تركيز من اللعيبه، فيها استهتار من اللعيبه، فيها جزء لازم المدرب الفريق بيمرنهم عليه في التمرين، ان طبعا الفرقه بتضيع جوان كتير، ودي ظاهره مش كويسه، لازم امرنهم عليها في التمرين كتير، اعمل انفرادات كتير، اعمل شغل عجول كتير، طبعا ان هي بتوصل وتضيع كتير، لازم اشتغل على الحته دي كتير، انا كمدرب بشتغل على الحته دي كتير. فبيبقى في بيبقى ليها عده اسباب بصراحه يعني. طب يا كابتن، ايه اللي ينقص الزمالك علشان يكمل مشواره وحلم السادسه؟ يكمل اللي ينقص نادي الزمالك تركيز، الروح العاليه جدا، العزيمه، ان اللعيبه تصدق ان هم فرقه كويسه، ان هم فرقه كبيره، عرفت الزمالك فرقه كويسه وفرقه كبيره، كانوا هم احق بالبطوله السنه اللي فاتت بامانه ربنا، بطوله افريقيا اللي خلصت للنادي الاهلي كذا طبعا، كانوا هم احق بيها وبيشهدوا الجميع كلها اهلاوي وزملكاوي، فاللعيبه بس تفرغ نفسها للكوره بس، وما تشغلش نفسها بقى بعروض واللي عايز يمشي واللي عايز يجي واللي عايز يعمل، لو ركزوا في الملعب بس، في الملعب فقط لا غير، لا انا لعيب زي ما تقدر توصل، وتقدر توصل للنهائي كمان، والحلم مش هيبقى بعيد عن جمهور الزمالك يعني. راي حضرتك في امام عاشور يا كابتن؟ لعيب كويس جدا، ولعيب كويس وادى اداء كويس اول ما لعب، لكن انا شايف ان برضه مستر بتشيك بيظلمه شويه، ان هو يحطه على اليمين، هو عشان رجع في الجانب الثاني فبيلعب بالثلاثه امام وفرجاني وهو، فهو بيمين على اليمين شويه، هو ما يعرفش يلعب ناحيه اليمين، يعني انت خسران ناحيه اليمين وفي نفس الوقت بتدي تودي الزون ناحيه الشمال، فحصان الاثنين، طب ما انا العب ممكن العب الاثنين بين دارين وقدامهم ساسي، واودي قدام مثلا فيرود، لا ده كنت بلعب من غير فيرود. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا كابتن سامح نشوفك ماسك نادي الزمالك، ونشوف بقى في خططك وفكرك في التطبيق ان شاء الله. كابتن سامح بنشكرك، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا كابتن سامح. أعزائي المشاهدين، عذرا للتأخير وعذرا لأن المداخلتين، كان معانا شغل كتير ومعانا أخبار كتير مهمة، ولكن نرجو أن تكون الحلقة نالت إعجابكم. بنشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.